حياكم الله مشاهدينا الكرام في السلطة الرابعة، والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا الصحف المحلية. والبداية بالعناوين. المصدر أونلاين: نيابة الحوثيين في صنعاء تحيل 10 صحفيين مختطفين للمحاكمة. وفي يمن شباب: ثورة فبراير في الجوف، من الإهمال والجهل إلى التنمية والوعي. وفي موقع العربي الجديد: بعد 4 سنوات حرب، السعودية عاجزة عن إيقاف هجمات الحوثيين على الحدود. مرحبا بكم. أعلنت جماعة الحوثي في اجتماع لها مع اللجنة العليا للانتخابات الواقعة تحت سيطرتها عن عدد المراكز والمقاعد التي ستجري الانتخابات في محاولة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب. ونقل مراسل موقع يمن مونيتور في اجتماع اللجنة العليا للانتخابات بصنعاء إعلان محمد الجلال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بأن الانتخابات البرلمانية ستجري في 722 مركزا انتخابيا لملء 34 مقعدا نيابيا موزعا على العاصمة صنعاء و14 محافظة. وقال الجلال أنه تم اختيار 34 لجنة أصلية و3445 لجنة فرعية، أي لجان الصندوق، يديرها 1993 ذكورا و1452 إناث، من أجل إنجاح الانتخابات في 722 مركزا انتخابيا. ونقل الموقع عن مصادر ضمن اللجنة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قولهم إن اللجنة ستعلن في اليومين القادمين عن إجراءات الانتخابات وفتح باب استقبال أسماء المرشحين من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية. قال موقع المصدر أونلاين إن النيابة الجزائية المتخصصة، نيابة أمن الدولة التابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، قررت إحالة 10 صحفيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015 للمحاكمة بتهمة إعانة العدوان. ووفق مصدر قضائي، فإن المحكمة اتهمت الصحفيين 10 بأنهم أذاعوا أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة أو مغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام. ووفق ادعاء النيابة، فإن الصحفيين أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مستندة في ذلك لنصوص المادة 126 فقرة رقم 2 والمادة 136 من قانون الجرائم والعقوبات. الصحفيين المحليين للمحكمة هم أو المحالين للمحاكمة هم عبد الخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبد الملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبد الله عناب وأيضا صلاح محمد القاعدي. قال المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث في إحاطته يوم أمس التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، قال إن الحكومة والحوثيين اتفقا مبدئيا على إعادة الانتشار في الحديدة، وإن مستوى العنف في المحافظة انخفض بسبب استمرار مشاورات تنفيذ اتفاق السويد. وبحسب الموقع بوست، فقد ذكر جريفيث أن الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر. وتعليقا على مقترح لوليس جوردير، المحلل السياسي ياسين التميمي في مقال له أن الأمم المتحدة تعمل على شق ممرات سياسية آمنة لحل التصادم مع إصرار الحوثيين على البقاء في الحديدة بأي ثمن. وقال في مقال له: هذه الخطة تستدعي توسيع نطاق المهمة الأممية لتشمل التدخل العسكري عبر نشر قوات دولية في مدينة الحديدة تشرف على الممرات الآمنة المقترحة، والتي تريد المنظمة الدولية إقامتها بمبرر نقل المساعدات الإغاثية للناس بعيدا عن سيطرة طرفي الحرب. وفي موقع العاصمة أونلاين، حذرت الحكومة اليمنية من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الانقلابية
تجاه الشعب اليمني كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني للشعب اليمني. وبحسب الموقع، فقد دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة وصارمة تحد من مثل هذه الأعمال مستقبلا. وأكد فتح أن قيام الميليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار يعد تحديا واضحا للقانون الدولي والاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات، لافتا إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية المختلفة. ذكر موقع يمن شباب في تقرير له أن محافظة الجوف ظلت لعقود طويلة غائبة عن الاهتمام الرسمي للدولة، فمنذ قيام الجمهورية اليمنية إبان ثورة 26 من سبتمبر 1962 حتى ثورة 11 من فبراير 2011 والجوف معزولة تماما وغارقة في بحر الجهل والثارات وانعدام التنمية في كافة المجالات تقريبا. وأشار الموقع أن هذا التهميش مع الوضع القبلي المعقد الذي عاشته الجوف انعكس بأثر سلبي على وضع المحافظة ليفقدها الأمن والاستقرار باعتبارهما أهم أسباب النهوض، لتعيش محافظة الجوف حالة مأساوية طويلة حرمت خلالها من أبسط مقومات الحياة في شتى المجالات. ويقول موقع يمن شباب إن ثورة فبراير جاءت بمثابة المنحة الربانية لكافة اليمنيين وأبناء الجوف على وجه الخصوص لتخلصهم من ربقة استبداد نظام فاسد جثم على ظهر الوطن 33 عاما. وكانت المفارقة أنه على الرغم مما تمتاز به قبائل الجوف من شراسة وقوة وحمل للسلاح، إلا أن محافظة الجوف كانت أول محافظة تسقط بيد الثوار سلميا بمسيرة حاشدة سقط فيها الشهيد ناجي مصلح نسم وجرح عدد آخر من الثوار. موقع المشاهد نت سلط الضوء في تقرير نشر على إحدى نوافذه، سلط الضوء على الحصار المستمر منذ أكثر من شهر على مديرية كشر والذي يلقي بظلاله على المدنيين الذين باتوا يعانون من أوضاع مأساوية نتيجة الحصار الخانق الذي يحرم 100,000 نسمة هم قوام سكانها من الغذاء والدواء. وقال الناشط الحقوقي علي الحجوري للمشاهد إن مديرية كشر الواقعة شمال شرق محافظة حجة والتي يقطنها نحو 100,000 نسمة من دون النازحين المتواجدين فيها تعيش أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها. وأوضح بأن مديرية كشر تتعرض لحصار مأساوي تسبب في حرمان أهلها من الغذاء والدواء، لافتا إلى أنها باتت مهددة أو أن أهلها باتوا مهددين بالموت جوعا أو قصفا، حيث يتعرضون لخطر الموت كل لحظة جراء القصف الذي يشنه الحوثيين ليل نهار على الأحياء السكنية. وأشار إلى أن الحالة الإنسانية أصبحت مزرية في المديرية حيث إن الغذاء يوشك على النفاد، كما أنه لا توجد أي أدوية ومستلزمات طبية، داعيا الحكومة اليمنية إلى التدخل لإنقاذ المديرية المحاصرة قبل فوات الأوان. نقرأ في صحيفة القدس العربي تقريرا قالت فيه إن جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قد اتفقتا خلال محادثات جرت في ديسمبر كانون الأول على سحب القوات من الحديدة بحلول 7 يناير. وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس وفد جماعة الحوثي المفاوض والناطق الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الجماعة جاهزة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة. في المقابل، الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم كمنظومة متكاملة والالتفاف على بنوده عبر محاولة لتقسيمه إلى مراحل لتحقيق ما يهمهم من مكاسب فحسب والتنصل من الالتزامات والبنود المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم.
ذكر موقع العربي الجديد أنه وبعد ما يقارب من 4 سنوات حرب دمرت وألحقت أضراراً جسيمة في مختلف مظاهر الحياة في اليمن، لا يكاد يخلو يوم واحد من خبر تبث وسائل الإعلام السعودية عن مواكب تشييع الجنود الذين يسقطون بنيران مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين. وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الهجمات التي ينفذها الحوثيون باتجاه السعودية، وشملت الزحف باتجاه مواقع حدودية متفرقة، حيث أعلنت الجماعة سيطرتها على العديد من المرتفعات في جحفان في منطقة جيزان. وتقول مصادر محلية للعربي الجديد إن بعض المعارك تتخذ طابع الكر والفر، كما أن الحوثيين يخسرون أعداداً غير قليلة من مقاتليهم الذين يدفعون بهم لتحقيق انتصارات معنوية وإيصال رسائل سياسية، لكن الأهم بالنسبة إليهم أنهم لا يزالون قادرين على إلحاق خسائر يومية بالسعوديين وقوات الشرعية، كما تعلن على الأقل الوسائل الإعلامية الرسمية للجماعة، رغم الحرب التي يتعرضون لها منذ سنوات. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم. We'll be right back.